انت بتحضر عقد قران ماجد الزهره ولا لا؟ هي قران ابغى احفظه وابغى احضره ملكه. ما اعرف ايش اقول لك انا بصراحه، كلامك راسك يكثر من راسي. سمعني يا حرمه، جلست عند البيت عند البيت شحاته والتراك ما ادري غيران منها سوى مثلها حسن حتى على حسني لا اقرب لك. شو يوكت قطعوا.